أستاذة أشجان، زي ما قلنا في البداية، فعلا في بعض الزوجات، مش كلهم طبعا عشان ما نعممش، بتبقى شايفة إن الجواز التاني خيانة، وكلمة خيانة أصلا شرعا ومجتمعا كلمة كبيرة تمام. وليها حدود كبيرة جدا، سواء في الشرع أو حتى في معايير المجتمع. ليه بقى الستات بيعتبروا إن الزواج لمرة أخرى من زوجة تانية هو خيانة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي انت جايه في حاجه في طبيعه الست. هي طبيعه الست من اهم حاجه عندها موضوع الملكيه، يعني هي بتحب تمارس ملكيتها على ما تمتلكه، ان كان في البيت ان كان في الحياه عموما. ومن ضمن الملكيه اللي بتحطها قاعده الزوج، بمعنى ان دي حاجه في الفطره. انا بحب لما ابقى متزوجه، دي طبيعه وفطره يا جماعه. فكره ان انا اي ست بتغير على جوزها، طبعا اي ست بتغير على جوزها، فكره ان انا زوجي ده بتاعي بتاعي وبس. فالملكيه عند المراه بالنسبه للرجل عاليه، فغير يعني هي الملكيه عند الراجل. ناس تقول طب ولو اتكلمنا على الراجل، منطلقه من ايه؟ منطلقه من الشرف، منطلقه من الغيره، من القوامه، جايه حاجات في تكوينه هو، لكن هي جايه من مشاعرها. انا بتملكه، محدش تاني يبص له. لو لقيت حد واحده بتبص له كده، ابدا اغير وابدا ده بتاعي. فجايه من نقطه التملك عندها. فهل ستات كتير بتبص؟ بتبقى باصه ان جوزي محدش يبص له، وتبدا باصه للموضوع باستحواذ كبير جدا. تقول عليها ليه خيانه؟ هي دي الكلمه الكبيره اللي بدأت تندرج وبدأت تتردد على السوشيال ميديا كتير، انه خاني. لان يا جماعه لفظ الخيانه ده يعني ده بحر كبير شرعا، ما ينفعش ندخل فيه. انا بساوي الزنا والعياذ بالله والوقوع في الفاحشه شرع ربنا بحاجه شرع حلال. ربنا، فما ينفعش تحط الاثنين، ما ينفعش اقول خيانه. عايزه تقولي على حاجه، تقولي خان العشره، يعني لما ليها تفاصيل بقى، او ما صانش العشره. ما صانش العشره، انما لفظ الخيانه. وبقى بيتردد، وبقت حديثات الزواج حتى اللي بيحصل للاسف بسبب بعض المشاكل اللي دخلت علينا، ان هم اتجوز عليها من بدري، هي اخذت الزواجه بشكل غلط، اول سنه زواج وتلاقي مشاكل الدنيا، اول حاجه تقول لك ايه؟ ده خاين. طب اللفظ الكبير ده ما ينفعش ان احنا ندرجه. فطبعا السوشيال والميديا والحاجات دي كلها، والاعلام والافلام والمسلسلات، صدرت لك اللفظ ده. ناس كتير ستات هتقول لا، بس هو لو هنيجي نقول لا، احنا لازم نبقى مميزين، دي مش خيانه يا جماعه. فكره ان انا اقول عليه خاني اصله اتجوز تاني، دي بدايه لازم نهد الامر ده. ما ينفعش تستخدمي نسميها ايه يا استاذه؟ اسميه ان حصل بينا خلاف واتجوز، اسميه ان هو ما صنيش، ما صنيش، ضحك عليا، كذب عليا، ما صنش العشره. قولي اي حاجه، قولي عيشني في غش، غشني، خدعني. يا جماعه ده قاموس، وهنفتح بقى صفح صفح بقى. تقصدي لو هو من وراها اللفظ، من وراها او على علمها او اخبارها. فانا بقول انا دلوقتي قدام كارثه، ما اجيش اقول لك ده فلان ده خني، جوزي خني. فطبعا الكلمه كلفظ وكواقع، لان ايه اللي بيحصل؟ احنا عمالين نقلف الكلمه. فالاجيال اللي طالعه هتبقى اخده ان الجواز التاني خيانه، والجواز التاني مش خيانه، عشان احنا كده بنغير في شرع ربنا. طب بنغير في المفاهيم. يعني ما شاء الله عليك، يعني الناس عليها خيانه.